وللحديث أكثر عن صراع الميليشيات على المناصب ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الشيخ أحمد الغانم. أهلا بك معنا شيخ أحمد. أهلا وسهلا وحياك الله وحيا الله مشاهدين. أهلا بك شيخ أحمد. لا تزال أصداء نتائج الانتخابات في العراق مستمرة لا سيما على مستوى الميليشيات الخاسرة. بداية، كيف ترى تصريحات قيادات الميليشيات الخاسرة المتعلقة بنتائج تلك الانتخابات وأيضا رفعهم أيضا لسقف مطالبهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نرى جميعا أن العراق اليوم يمر بمرحلة حرجة من تاريخه السياسي، وأن خسارة هذه الأحزاب الموالية لإيران وميليشياتها المسلحة الحقيقة خسارتها الانتخابات الحالية، واتهامهم فوضية الانتخابات بالتزوير سوف تجر العراق للفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار. وأن تصريحات القيادات الميليشياوية الخاسرة الانتخابات ورفعهم سقف المطالبة يأتي بالدرجة الأولى الحقيقة، هو الضغط على مقتدى صدر الفائز بمقاعد تقريبا 73 مقعد في البرلمان، هو أولا للرجوع إلى ما يسمى بالضغط على مقتدى الصدر للرجوع إلى ما يسمى الائتلاف الشيعي، وثانيا ليكونوا هؤلاء الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران ليكونوا جزء من الحكومة المقبلة بغض النظر عن عدد المقاعد التي فازت بها هذه الميليشيات. وحقيقة يستمر هذا التصعيد ورفع سقف المطالب حتى يتم الاتفاق مع الصدر الفائز بالانتخابات لتقاسم السلطة، لأنهم يعلمون جيدا هذه الميليشيات إذا كانوا خارج السلطة فإنهم سيفقدون بالدرجة الأولى الموارد المالية، وهذا حقيقة يكون عامل أساسي في إضعافهم، ولهذا يستمر برفع سقف المطالب والضغط على مقتدى الصدر من هذا هذه الناحية. نعم شيخ أحمد، إلى أي مدى ترى أن الإجراءات الأمنية التي يتخذها الكاظمي الآن حول المنطقة الخضراء توحي فعلا بأن هناك صداما محتملا بين الميليشيات الخاسرة والقوات الأمنية؟ أن الميليشيات الولائية أصبحت اليوم ما يشبه دولة داخل دولة، وأن من يحكم العراق اليوم الحقيقة هي اللا دولة، حتى أن نفوذهم أصبحت اليوم تقف السلطة أمامها بضعف، وأنها تفوق ما تملكه السلطة أو الحكومة من معدات وقوة أمنية. وإذا بقت نتائج الانتخابات الحقيقة بدون تغيير سوف يكون هناك نزاع مسلح محتمل، وخاصة بعد التصريحات الحقيقة المتصاعدة من قادة الميليشيات باستخدام السلاح وتعريض الأمن والاستقرار للبلد في خطر وجر العراق إلى الفوضى. نعم، بالنسبة لي يعني اقتحام الميليشيات الرافضة لنتائج الانتخابات اليوم يعني أسقطت الحواجز الإسمنتية أمام المنطقة الخضراء، هل هذا يعتبر مؤشرا لما تفضلت به شيخ أحمد؟ نعم، بعد إعلان نتائج انتخابات حقيقة والميليشيات رفضت هذه النتائج وخروج المتظاهرين المحتجين المؤيدين لهذه الميليشيات، وهذا أعتقد على كل المتظاهرين الموجودين حاليا أمام الخضراء هم لا يمثلون إرادة الشعب، وأنما يمثلون هم المسلحين المنتمين لهذه الميليشيات الحقيقة، وهم عدة مرات حاولوا عد اقتحام هذه المنطقة الخضراء، وكان هناك تصدي لهم ومنعهم من دخول المنطقة الخضراء، وهناك تهديد مستمر من قيادات الميليشيات بالتصعيد واقتحام الخضراء في حالة بقاء هذه النتائج المعلنة، وهناك اعتصام مفتوح لهذه الميليشيات أمام مدخل الخضراء. ولهذا أتوقع في أي لحظة يعني إذا استمرت بقاء هذه النتائج الانتخابات على ما هي عليه سوف يكون هناك موقف لهذه الميليشيات وللقادة. نعم. من جانبه صرح مقتدى الصدر بأنه يجب الكشف عن هوية المهاجمين ومحاولة اغتيال الكاظمي وإلا فسيكشفهم بنفسه، يعني السؤال هنا لماذا صبر مقتدى الصدر إلى هذا الوقت ولماذا يستخدم هذا الملف في هذا التوقيت؟ لماذا لم يكشف عن هوية المهاجمين ما دام يعرف هويتهم فعلا؟
أخي العزيز، الحقيقة كل العراقيين وكل الساسة الموجودين في السلطة حاليا يعلمون الحقيقة من وراء الهجوم على مقر الكاظمي. وعقب الهجوم مباشرة الحقيقة لاحظنا أن الكاظمي صدر بيان أن المتورطين في الهجوم معروفون لدينا ولدى السلطة، وتوعد بملاحقتهم وتقديمهم للمحكمة. إذن الكاظمي يعرف من وراء هذا الهجوم. والساسة الآخرين وقيادة الميليشيات يعلمون جيدا من وراء الجهة التي وراء هذا الهجوم. ولكن يعني يبدو أن الصدر لديه أدلة حقيقية لربما تحرج زعماء تلك الميليشيات، برأيك هل سوف يقدمها ويحرجهم؟ الصدر اليوم صرح، هو أيضا صرح أنه عدم إذا ما كشف الكاظمي أو نتائج التحقيق على هؤلاء المتورطين في الهجوم سوف يعني يظهر الوثائق اللي عنده ويقوم بإعلان المتورطين بهذا الهجوم. الحقيقة الكل يعلم أن الصدر هذه ورقة يستخدمها ضد الخصومة، وأن لو كان فعلا يعني هو حقيقة يخاف على أمن واستقرار العراق عليه أن يقدم هذه الوثائق بدون أن ينتظر إلى ما تؤول إليه نتائج انتخابات. نعم. فهي ورقة يستخدمها الصدر ضد المشاركين معه في الانتخابات. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقية الشيخ أحمد الغانم، شكرا جزيلا لك.